سؤال تاني يا شيخنا، ليه لماذا حضرتكم تغير حكمكم على كثير من الأحاديث من التحسين إلى التضعيف؟ مثل ماذا يعني؟ هل في سبب يعني قاعدة معينة؟ لا يعني مش كثير من الأحاديث، أمور قريبة لها. تكتشف مثلا أن الحديث معلول بعد ذلك، فماذا ستصنع إذا تبين لك أن الحديث به علة وأنها قائمة؟ أن هذا وارد في شأن أي واحد، في شأن أي شخص، أي علم من العلوم قد يتغير رأيك في مسألة من المسائل بناء على علم جديد أتى إليك. الإمام الشافعي تغير رأيه، مذهب قديم ومذهب جديد. السلام عليكم.